السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي قناة تعليمية مدرسة شادلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحتين 198 و199 من كتاب فرونسي براتيك المستوى السادس ابتدائي. درسنا اليوم هو غرامير ايفالياسيون، يعني تقويم في مادة غرامير. واضح؟ بطبيعة الحال غنشوفوا البداية ديال هذا التقويم في الصفحة 198 والكمالة ديالو في الصفحة 199. السؤال الأول يقول: Je complète ou t'mémo le paragraphe suivant. الفقرة التالية par les compléments circonstanciels qui manquent. شنو هما لي كومبليمون سيركونستانسييل؟ هما شنو هما لي سيركونستانس؟ هما الظروف. كومبليمون سيركونستانسييل يعني بحال تقول المكملات الظرفية، بحال تقول في العربية كاين ظرف مكان ظرف زمان، الفرنسية كاين ظرف مكان ظرف زمان، وكاين حتى ظرف كيفية. كيفاش ظرف كيفية؟ هي الطريقة اللي دار بها داك الفعل. كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو هو ظرف مكان، كومبليمون سيركونستانسييل دو طون هو ظرف زمان، كنقولوا له سي سي تي، و كومبليمون سيركونستانسييل دو مانيير هو ظرف ديال الكيفية، وكنرمزوا له بسي سي ام هو كيدلنا على الكيفية. إذا سي سي تي، سي سي ام، و سي سي ال يعني دو ليو يعني ديال المكان. هنا غنحاولوا نشوفوا هاد الكلمات هادو، هاد كاينه فيهم لي كلمه وكاينه فيهم مجموعه من الكلمات. هنا 7h30 يعني 7:30. اذا شنو هذا؟ ظرف زمان وظرف مكان وظرف كيفيه. 7:30 كترمز لنا الوقت، اذا هذا ظرف زمان. اذا شنو تقول؟ سي سي تي لو طون. هنا طون لو ماتان يعني هي سي سي تي لانك تعبرنا على الزمان. كوراجوزمون هناك هنا كيبين لك الكيفيه، كيفاش دار داك الفعل؟ داروا بشجاعه. كوراجوزمون يعني بواحد الشجاعه. اذا هذا سي سي ام الكيفيه لا مانيير. هنا 7h ثاني لو طون، اوتيل المكان، لو رول هو هذيك الساحه ديال لو رول بحال تقول المراح، كنسميو المراح هي ديك الواسطه الكبيره اللي كتكون لو اول يعني الساحه. اذا هنا في كل بلاصه النقط غنديروا واحده من هادو. هذا هنا شنو نقولوا؟ دون سيت لي كونفيف سي ريفاي، يعني في هذا لي كونفيف يعني الزوار يستيقظون. اذا دون سيت شنو نقولوا؟ في هاد السبعة ونص ولا في هاد الصباح بكري؟ لا، في هذا الاوتيل، في هذا الفندق. دون سيت اوتيل. علاش درنا سيت؟ علاش؟ لانه كيبدا بفويال ولا اشمي، هنا كيبدا باشمي. اذا دون سيت اوتيل. مرة أخرى ما كتكونش عارف كاين شي حوايج كيبينوا لك، مادام ساد كتقول شي حاجة مذكرة هنا ولكن بادية بفويال، فين هي الحاجة المذكرة اللي بادية بفويال؟ إذا إما هذا إما هذا، سيت أوتيل ولا سيت أول. هذا ولكن هنا غنختارو أوتيل. لي كونفيف يعني الزوار سو ريفاي يستيقظون. كيفاش يستيقظون؟ شنو الكيفية؟ كيف يستيقظون؟ يستيقظون بشجاعة يعني دغيا كيطيرو من ناموسي، ماشي كيبقاو مكاسلين، لا يستيقظون بشجاعة. سو ريفي لا لي كونفيف سو ريفي طول لو ماتان يعني في الصباح بكري. ما هنا ما نهضروش على لامانيير، غنحتاجوها لامانيير غنحتاجوها هنا لتحت. طو حتى نقدروا نقولوا كوراجوزمون، ولكن باقينا نحتاجو هاد كوراجوزمون بلاصة لتحت. تبعوا معايا طو لو ماتان يعني كيفيقوا بكري الصباح بكري. طول الماتان ممكن نقول كوراجوزمون ولكن حنا باقينا نحتاجوها لتحت. طول الماتان إل سو راسومبل وهي يجتمعون دون لو، فين غيتجمعوا؟ في وسط الساحه ديال الاوتيل. اذا اش كنسميوها؟ دون لو هول، في لو هول الساحه ديال الفندق. نو ماشي باش يفطروا، نو بور بروندر لو بيتي ديجوني يعني ماشي باش يفطروا تجمعوا، مي ولكن pour se préparer. ولكن لكي يستعدوا، pour se préparer. لا حيدنا سو عتولي pour préparer لكي يعدوا يعني باش يوجدوا، ولكن se préparer باش يوجدوا راسهم. se préparer يستعدوا au cours de sport matinal، يستعدوا لي خلال الرياضة الصباحية، يعني داك كيديروا حركات تسخينية باش يطلقوا. au cours de sport matinal رياضة الصباحية. لي فيو كيت لو اذا الرياضة الصباحية كوراجوزمون بشجاعة. هنا احتجناها
فهمت؟ courageusement بشجاعة. les vieux بشجاعة، هات لأن عندنا نقطة. بشجاعة العواجيز الشيوخ الكبار في السن les vieux quittent leur lit، يعني واخا عكزاني كيتشجعوا كينوضوا واخا كبار في السن يتشجعون هذوك الكبار في السن كيت لوغ لي يفارقون اسرتهم اي ساجوت او زوتر ويلتحقون بالاخرين. ديما كتعرفوا بان الصغار راهم يديروا الرياضه كي الكبار كيكونوا ديما معكازين، ولكن هنا في هذه الحاله راهم تشجعون هادو اي ساجوت يعني ضافوا نفسهم للاخرين. ا معياش ا ستور مع السبعه الصباح ا ستور، انا ما يمكنناش نقولوا ستور نهضروا على ستور ايدمي عاد ستور، لا ديما كتبدا كتجيب داك الشيء متسلسل لا كرونولوجي كتسمى، يعني نهضروا على السبعة نولوا نهضروا على السبعة ونص، ماشي نهضروا على السبعة ونص ونرجعوا نهضروا على السبعة، لا أ سيتوغ يعني في السابعة صباحا بيل، فهمت؟ يعني بيل يعني قد قد بيل كيقول لك بحال كتقول لك راه واقفة مع السبعة واقفة. تو الموند الجميع تو الموند et en tenue يعني لابس اللبسة ديال الرياضة en tenue et à و مع à دابا نهضروا على 7 heures et demi مع 7 ونص à 7 heures et demi et demi يعني النصف السابعة والنصف. شنو وقع؟ ils sont déjà en sueur دور يا راه بداو كيسيل منهم العرق السيور هو العرق صافي دغيا راه فسقوا بالعرق غير نص ساعة ديال الجري وديال الحركة صافي تبللوا بالعرق. نمروا السؤال الموالي j'exprime la cause en utilisant l'expression proposée entre parenthèses كيك نستعمل لا كوز يعني السببية باش نعبر على السببية j'exprime باش نعبر على السببية بهاد هاد العبارة اللي كاينة entre parenthèses بين قوسين. هنا كوم هاد كوم خصكم تحضروا معاها بزاف بزاف لان كوم كنستعملوها للمقارنه. مثلا لو فيس اي كوم سون بير il est courageux comme son père مثلا الولد هو مثل ابيه شجاع مثل ابيه كوم هذه مثل، ولكن هنا في هذه الحاله ما تكونش مثل. هنا il préfère voyager au Maroc هو يفضل ان يسافر الى المغرب il ne connaît pas encore son pays هو لم يتعرف بعد على بلده. زعما كيقول لك خصو يتسالى بعدا المغرب عادي يفكر يمشي لاوروبا ولا يمشي لبلاصه اخرى باقي ما مساليش حتى المغرب كيقولوا ما فايتش حتى مراكش وغادي كيفكر يسافر لاوروبا. اذا مادام هنا بحال كتقول هاد كوم مادام ما كيعرفش بلادو مزيان راه كيفضل انه يسافر، يعني مادام باقي ما مساليش بلادو مادام انا ما باقي ما مساليش بلادو ما عارفاش مزيان ما من الاحسن انه يفضل ان يسافر في المغرب فيكمل المغرب بعد يفكر في حاجه اخرى. واضح؟ اذا شنو نقولوا كوم لانه كوم انه باقي ما مساليش حتى المغرب ما كيفضل يسافر فيه. كوم il ne connaît il ne هذا نبداو بهذا ne connaît pas encore ما عارفش باقي ما عارفش مزيان son pays يعني بلادو il préfère يفضل كيفضل اللهم يسافر بلادو préfère voyager au Maroc ما تقدناش نزيدو au Maroc كملوها نتوما من عندكم هذا درنا النقطة ديال الحذف. ثم من بعد شنو الجملة الثانية؟ سارة نو فولي با مونجي سارة ما كان ما باغاش تاكل ما باغاتش تاكل il ne sait pas encore laver les mains حيت باقا ما غسلاتش يديها. اذا شنو نقولوا سارة نو فولي با مونجي باسكيل ne sait pas encore laver les mains ولا تقول باسكيل ne sait pas encore laver les mains سارة ne voulait pas manger. إذا ماشي مشكل بحال بحال أو نبداو بها كيما كتبوها لنا هما سارة ne voulait pas manger
درناها حذفنا الاو لان دو فوايل ما كيتلاقاوش، جوج حروف عيد لا ما كيتلاقاوش. باسكال نو سي با انكور لافي سي ما كملوا نتوما هاد لافي لي ما. ندوزو للجملة الأخيرة في هاد الصفحة، شنو عندنا في هاد الجملة؟ قالك نو زافون انيلي، حنا الغينا، انيلي هي الغينا نوتخ فواياج، يعني كنا غنسافرو ولينا درنا مناقص، ما بقيناش غنسافرو. علاش؟ مون بيتي فخير اي مالاد، لأن أخي مريض. إذا شنو غنستعملو؟ أكوز. وبغيت نذكركم واحد الحاجة مهمة، أكوز كنستعملوها في الحاجة الخايبة، غراس أ كنستعملوها في الحاجة المزيانة. إذا هنا نقولو أكوز دو، غراس أ، غراس أ في الحاجة مزيانة، أكوز دو. إذا مادام هذا كاين مرض، إذا نقولو أكوز دو لأنها حاجة خايبة. إذا نقولو نوزافون، حنا ألغينا، نوزافون أنولي، نوزافون أنولي نوتخ فواياج، فواياج. دابا نديرو أكوز، أكوز، ولكن انتبه معايا، أكوز ما نديروش أكوز مون بوتي، لا لا، أكوز كتكون أكوز دو، واخا هما دايرينها ما دايرينهاش هنا، حنا نديروها أكوز دو، دو كوا؟ أكوز دو، ولكن خصنا نشوفو المصدر، أكوز دو، نقولو مون بوتي فخيغ مالاد، أكوز دو بسبب مرضي، بلاتي، أنا نعطيها لكم بالعربية وانتم بعد تفهموا. نحن ألغينا سفرنا لأن بسبب، لأن بسبب مرضي، ماشي نقولوا بسبب أخي هو مريض، لا بسبب مرضي. إذا أقول نقولوا a cause de la maladie، a cause de، إذا ما يبقاش إيه ماذا تقولي la maladie، بسبب مرضي أخي، de la maladie de mon frère. واضح، نديرو فخير الفوق، وهنا كملنا. ندوزو صفحة 199، نكملو الأسئلة. نمر الآن السؤال رقم 3، كاين في البداية ديال الصفحة 199، لأن مازال كنكملو ليفاليواسيون ديال غامه. جو ترونسفورم لي فراز سويفونت أون فراز إمبيراتيف، أحول الجمل التالية إلى جمل أمرية، يعني فيها أمر، والأمر كما كتعرفو بأن لي فيرب ما كيكونش معاهم لي برونون بيرسونيل، يعني كيتصرفوا بلا ضمائر. اذا هنا عندنا نو رونترون افيك لا افون لا تومبي دو لا نوي، نحن يعني ندخلوا بحالنا قبل ما يطيح الظلام، يعني مثلا كيخرج التاره في المدينه خصنا ندخلوا قبل ما تطيح الظلمه. اذا نو رونترون افون لا تومبي دو لا نوي، اذا نقولوا غتامر انت وصحابك، غتامر نفسك معاك دوك اللي معاك، اذا شنو غتقول؟ ما ديرش نو طبيعه الحال. اذا شنو نقولوا؟ رونترون، rentrons avant la l'énergie avant la tombée qabla houloul al-dalam bel ma tah la tombée de la nuit. Voilà. Thumma شنو عندنا اللي وراها؟ vous lavez. اذا شنو هاد vous؟ كتشوف vous c'est un verbe pronominal، يعني واحد الفعل ضمائري. الفعل الضمائري ممكن نحولوه للامبيراتيف، كيطير هاد فو وكان هاد لافي فو كتولي مقلوبه لانفيرسيون دي سوجي. اذا شنو نقولوا؟ فو لافي لي مان ابخي شاك روبا، انتم تغسلون ايديكم قبل كل وجبه، بعد كل وجبه، ابخي قبل وبعد بجوج، كتغسل يديك قبل ما تاكل ومور ما تاكل. اذا ابخي شاك روبا، اذا شنو نقولوا لو بغينا نامروا هذوك الناس؟ فو لافي، شنو تقولوا؟ تقول لهم لافي فو، غسلوا يديكم، لافي فو، لافي لافي فو، دير واحد تري دونيون ولا تيري، لافي فو les mains, vous le dites comme après, بعده كل وجبة، chaque repas. Yeah. هنا قالك nous faisons attention. نحن كنديرو هذا كنتابعو كنكونو حذرين. Nous faisons attention. يعني كنردو البال. En traversant la route.
وهنا كنقطعوا الطريق ردوا البال. اذا شنو نقولوا؟ قلنا كيطير هاد الضمير كيطير لين كونجيغي معاه. اذا جا نقولوا فوزون فوزون لين كن حاضرين فوزون اتونسيون اون ترافيرسون لا ود ونحن نقطع الطريق ردوا البال. إذن هما كيطيرو كتلاحظو بأن كيطيرو هادوك الضمائر اللي كيتكونجيكا معاهم. نمر الآن السؤال الرابع قالك جو ترونسفون وحولو هاد الجمل على فورم نيجاتيف نحولهم للجمل المنفية. واضح؟ بحال كليت ما كليتش خرجت ما خرجتش. وباش كنستعملو داك النفي كنستعملوه بدوك الوسائل ديال النفي بحال نو با نو جامي نو بلو. وعلى حساب شنو عاطينا هنا في الجملة الأصلية كنقلبو إل كوندوي أون بارلون أون تيليفون هو يسوق ويتحدث في الهاتف. إذا ملي كيكون كيسوق كيهضر في الهاتف إذا شنو نقولو إل نو هو لا يسوق نو كوندوي با إل نو كوندوي با. إذا لاحظتو بأن هاد نو با جات دايرة بالفعل نو بالفعل با من بعد الفعل نو كوندوي با أون بارلون ولا يسوق ويتحدث في الهاتف en parlant au téléphone. واضح؟ ثم الجمله المواليه ياك tu as toujours هنا كتعرف شنو غدير tu as toujours واش عندك الاختيار ما عندكش اختيار ما عندكش ne pas ما عندكش اختيار لان عندك toujours كتبزز عليك دير واحده ضدها مثلا كتقول دائما انا اذهب دائما مثلا الى طنجه انا لا اذهب ابدا لان يعني دائما ضد ديالها ابدا فهمت اذا دائما ضد ديالها كيكون ابدا اذا شنو نقولوا تي توجور مونجي لا ميم نوريتور انت دائما كتاكل نفس الماكله شنو نقولوا تي نا جامي تي نا لاحظوا معايا وهاد نو جامي فين درناها تي نا جامي درناها دايره بلوكسيدير ما درناش عندها دايره بهذا البارتيسيپ باسي يعني لو فيرب في الاصل درناها دايره بلوكسيدير. اذا ملي كيكون ان ان تون كومبوزي كنهتمو بلوكسيدير ما كنهتموش بلو فيرب. اذا tu n'as jamais انت ابدا ما عمرك tu n'as jamais mangé ما عمرك كليتي tu n'as jamais mangé نفس الماكله tu n'as jamais mangé la même نفس التغذيه لا ميم نوريتور هنا اليا كيلكان دون لا ميزون هنا لاحظ كيلكان هكا دير لك بالسيف دير شي حاجه اخرى ما ديرش نو با ما ديرش نو جامي ما ديرش نو بلو. اذا اليا كيلكان من كتقول شي واحد مثلا كتدق شي باب ديال شي دار كتقول واش كاين شي حد واش كاين شي حد اليا كيلكان وكتولي تقول ما كاين حد ما كاين حتى واحد. اذا il y a quelqu'un la bغيت تنفي شنو غتقول il n'y a personne ما كاين حتى واحد. واضح؟ اذا شنو نقولوا il n'y a personne il n'y a personne ما كاين حد dans la maison ما كاين حد في الدار dans la maison. Voilà. Voilà, quelques maintenant évaluation de la grammaire. Il est